أنا الحضور ديالك انا فرحانه بزاف انني حضرت في هذه التظاهره الزوينه بزاف ليا 100% نسائيه اللي نظمتها حكايه ايفنت. وانا كنشكرهم بزاف على الدعوه الكريمه وكنشكر المانجر ديالي ايوب لانه كان السبب في انني قدرت انني نكون معاهم اليوم. راه انشغالات كثيره كنبغي نشكرهم بزاف. وبالنسبه لي هذا واحد الفرحه كبيره انني تلاقيت مجموعه ديال النساء اللي كل واحدة فيهم كتشتغل على البروجي ديالها. فرصه بالنسبه ليا كاع الفنانين اللي حضروا قبل مني اننا نشجعوهم باش انهم يستمروا في هذا يعني مثل هذه المبادرات ويكبروا المشاريع ديالهم. جديد الفني ديالك؟ جديد الفني ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا دابا جايين مقبلين على الصيف، دونك الصيف الواحد كيبغي يرتاح وكيبغي يخرج مع العائله ويكون مع الحباب، فاذا كاين واحد توقف ديال شهر 7 و8 العطله. اكيد ان شاء الله انه غادي يكون جديد ابتداء من شهر 9، وان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله ملي غتصيقوا الاخبار البدايه ديال العمل. ألف مرحبا بكم ونعطيكم تنتم أخبار على الجديد إن شاء الله. رسالة المحبين ورسالة المنتقدين. كنقول لكم شكرا لكم، عيد مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وبطول العام إن شاء الله، بطول العمر وإن شاء الله وتحققوا فيه كاع اللي تمنيتوا ونورتونا في حكاية إيفنت. شكرا جزيلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.